في اكتمال القمر اللي هو هيبقى يوم 16 هيبقى مكتمل في برج الجد، ودي حاجه مش كويسه. اكتمال القمر في برج الجد لاي حد هيعمل، طبعا هو نفس الكلام ومش بكرره، هو ده الحقيقه يعني. عقود لا، يعني حد يكتب عقد لا، عمليات تجميليه برضو لا. في اكتمال القمر اللي هو يوم 16/7 يا جماعه، 16/7 احفظوا معايا التاريخ ده، لان القمر هيبقى في اكتمال في البرج الجدي، وده بيبقى شويه فيها اضطرابات وممكن نسمع عنها، والله اعلم. ربنا يجيب الخير ان شاء الله. معلش يا جان، عايزه اسالك سؤال، يعني مش عارفه هو صح ولا غلط، بس دايما لما بيقول لك القمر لما يبقى مكتمل بيبقى ممكن تقصي شعرك، يبقى شعرك يطول، تعملي حاجات حلوه في لما القمر يبقى مكتمل. عكس كنا بنسمع يعني اهالينا زمان بيقولوا كده، الله اعلم. يعني انا ليا واحده صاحبتي كانت بتعمل كده فعلا، كانت دايما تقص شعرها في وقت يوم 14 بالظبط، يوم 14 او 15، الايام دي تحديدا كانت بتعمل كده. طيب هو احنا لكل المشاهدين طبعا وكل البنات، جيبوا مقص صغير، مقص كده، ومشوا على طراطيف شعركم من الجنب اليمين والشمال، ابداوا الاول اليمين وبعد كده الشمال مع ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وانتوا بتقصوا. الغرض من القص ده تقويه الشعر والجمال. وشوفوا بعد الحلقات اللي بنعملها وبعد شهرين ثلاثه نبقى نتكلم عن الموضوع ده. بس شفتوا جنى انا لسه قصه شعري، لسه قصه شعري حالا والله يا جماعه، كنت عايزه اعمله على الهوا بس ما فيش وقت. فكل دلوقتي بعد الحلقه او دلوقتي يجيب مقص وهو بيقص. طب اي وقت من الشهر ولا في اوقات معينه؟ لا هو في اوقات هبقولها لهم. طب يعني حاجة دلوقتي ايه؟ ما هو دلوقتي النهارده، النهارده النهارده وفي أوقات النهارده دلوقتي في طبعا اوقات النهارده إيه؟ لغرض التقويه والجمال الشعر. يعني لو في وقت تاني بيكون ليها غرض تاني؟ في بقى اللي يطول، كثافه الشعر، هو ثلاث حاجات بنشتغل عليهم، النهارده الجمال الشعر.